رجعنا لحضراتكم تاني في جزئية كبيرة أنا عايز أتكلم عليها، والجزئية دي أنا شايف إنها جزئية مهمة جدا، لأنها يعني لازم الواحد ينوه ليها، ينوه ليها، لأن إحنا دلوقتي بدأنا نفقد أشياء كتير في الحمام المصري بتاعنا. والموضوع اللي أنا هتكلم عليه ده خاص بالتهجين زي ما شفنا في عنوان الفيديو. للأمانة ده مش تمجيد مني ولا انا بفخم في الناس دي، لا، بس ده حق لازم يوصل لهم. القوايه القديمه دي كانت واي يعني اذكيه جدا، وكان عندهم ذكاء بالفطره، وده كان حاجه كده ربنا سبحان الله. كان في العصر ده او في الجيل ده كان الموضوع ده في ناس كتير او قوايه كتير عندها حته الملكه دي، يقدروا ان هم يركبوا الحمام ويقولوا الحمام صح، ويقدروا ان هم يدخلوا لو هيدخلوا حاجه او يركبوا حاجه يدخلوها ويحافظوا على الباب من غير ما يفقد مواصفاته الاساسيه. فكانت الناس دي حريفه بمعنى الكلمه، عشان كده احنا لحد دلوقتي بنذكرهم دايما بالخير، الناس اللي عايشه او الناس المتوفيه رحمهم الله. فانا شايف ان احنا يعني كنا المفروض يعني نستفاد اكتر من الغوايه دي يعني، وللاسف عشان الوقت ده ما كانش فيه تكنولوجيا زي دلوقتي، ولا كان فيه سوشيال ميديا، ولا فيه اي حاجه تواصل اجتماعي زي دلوقتي، فبالتالي برضك في كتير من الغواية دي ما قدرش ينقل خبراته للاجيال الموجوده دلوقتي. مقصد كلامي ايه؟ مقصد كلامي ان الاجيال او معظم اللي موجود في الجيل ده ماشي على منهج جديد، وللاسف المنهج ده بوظ الغيه. بوظ الغيه بمعنى ان هو بيخش في حاجه هو مش عارف هو بيعمل ايه. دلوقتي بقى نشوف حمام كتير زي القطقطه مثلا، بقى نشوف قطقطه ناعمه، يعني كانت تكون هو صافي بس هو لابس لون القطقاطي. بقى نشوف الشربنادي نفس القصه، لابس لون الشربنادي، وكمان لون مش الشربندق، لونه غلط كمان، لونه بالصح بس هو صافي مش الشربندق. وقيس على كده حمام كتير لابس لون ولكن مواصفاته ودمه وشكله ملوش علاقه بالبيت. التهجين خرب وبوظ حاجات كتير. طيب معنى كلامي او انا اقصد ايه بالاخص؟ انا اقصد الناس اللي ما تفهمش حاجه في علم الجينات والوراثه، او ما عندهاش فكره عن علم الجينات والوراثه. يا جماعه العلم ده فات كتير جدا، وفعلا علم مساعد للغيه، علم مساعد للغيه على راي اخويا الكبير واستاذي واللي بتعلم منه، اللي دايما بساله في الموضوع ده، العلم الجينات والوراثه، لان هو على درايه بيه جامده، الاستاذ كرم فريد بنبعت له كل تحياتنا. وان شاء الله بامرنا نحاول الفتره اللي جايه نتكلم مع الاستاذ كرم في قصه الجينات، لان انا شايف الجينات وعلم الوراثه هتفيد كتير الغيه، وهتحاول تظهر الوان اندثرت من الحمام. هتقول لي ازاي؟ هقول لك علم الجينات والوراثه يقدر يساعد على الموضوع ده، يقدر يخلي من الحمام الموجود ده نطلع حمام من اللي خلص. اللي انا بقوله ده مش هتفهمه غير لما تفهم الكلام ده من حد يقدر يشرح لك فعلا علم الجينات والوراثه. انا مش اقدر اشرح العلم ده، لان انا لسه ما عنديش الخبره الكافيه ان اطلع قدام كاميرا واشرح علم جينات الوراثه. في ناس احسن مني تتكلم عن علم جينات الوراثه، منهم الاستاذ الكبير الاستاذ كرم فريد. فان شاء الله بامر الله نقدر نستفاد منه ويتكلم لنا عن النقط دي، علشان بجد الحمام دلوقتي يعني باظ. الحمام فعلا باظ، شكل الحمام اختلف، والخامات الكويسه اللي تحمل دم حر قلت، وبقى عددها معدود في الغيه زي ما قال الشيخ محمد سعد. قلل الخامات والحمام الكويس بقى قليل ويتعدى على الصوابع عند غواية معينة. الكلام ده فعلا حقيقي. هتقولي طب انتوا بتتكلموا وبتقولوا الحمام خلص والحمام باظ وبتاع، طب ما تورونا انتوا حمام. ما احنا بردك الشيخ محمد قال لك احنا من الناس دي، الحمام الكويس عندها بقى قليل. احنا جوه مجال الحمام زينا زيكم، بس احنا بنحاول نحافظ على الشكل الكويس اللي طلعنا استلمناه من الاجيال القديمة، نحاول نخليه شكله زي ما هو. في جزئيه انا عايز الفت نظركم ليها، وهي مع الاستاذ الكبير اللي بحترمه جدا وبعت له كل تحياتي، الاستاذ فاروق شوكير او الحاج فاروق شوكير. قال كلمتين كده في غيط الحمام عاجبني قوي مكيفني قوي، يلا بينا نروح نتفرج عليهم. صغيره اللي محزنني واللي بيحزن قلبي ان الغواية دلوقتي ما بتحبش بعضها، يعني وكله بيتكلم على بعض، كله بيتكلم على بعض. احنا زمان يعني، زمان كنا بنقعد زي التلامذه كده، تلامذه صح، تلامذه
قدام مجدي نديم. ايوه استناه وانا قاعد في السوق كده، كان بيركب موتوسيكل ويجي بشنطه بتاعه قد كده. ايوه وانا عيل صغير ومحمد علي ما اعرفش بقى كان قاعد جنبه ولا لا، واخويا حمد الله وحمد رحمه الله عليه، نقعد كده يجي مجدي نديم بالموتوسيكل حاطط وراه قفاعه فيها شويه زغاليل. عم مجدي، عم مجدي يا عم مجدي، عايز لبلق ده اللي على ورد ده، مش البيع ولا علاقة كده، مش بيع مش البيع. طب اديني الشوبوندو ده بجنيه ونص. يا عم انا معايا كل معايا 25 قرش، انا واخويا معايا 25 قرش. وبعدين بقى اتقلبت الايام وبقينا اصحاب وبقينا حبايب، كنا بنحب بعض، كنا نقعد مع فؤاد حمدي ونقعد، كنا نقعد مع مصطفى زعلوك نحب بعض، مع انور البعج ومحمود الحسيني واللواء حمدي واللواء عادل بستين، نقعد في السطوح ونجيب عيش وجبنه وخيار ونقعد نتكلم لغايه ما الفجر يقول الله اكبر، وقاعدين بنحب بعض، ونقعد في قهوه ميدان الجيش 20 غاوي ويقول انا هنزل لكم، انا اقول لهم هنزل لكم بكره قفص مليان روحت، وفرجوا من قفص من الريحه. عاجبكم حاجه من دول؟ اه عاجبني، خد 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 اللي ادفعه ادفعه. الماده دي ما كانتش ليها اصول، ماشي يا اسطى. الحب 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 انتهى، دلوقتي بنكره بعض خلاص. عيب عيب. وعشان ايه يعني احنا بنجري ورا ايه؟ بنجري ورا ماده. تمام اكيد بقى، ما دام الماده دخلت يبقى الشيطان دخل. خلاص الشيطان دخل، الشيطان دخل. يا جماعه كان في زمان يقول لك ايه، انا عايز الفرد الحمام ده، يقول لك مش للبيع مش هبيعه. طب اعمل ايه؟ يقول لك اسمع خدوا امانه، خد منه جزار حصى وحطهولي. اه صح، شوف بقى امانه امانه. لا لا ازاي يديك الامانه غلاها؟ زي ما عجبوني عجبوا حضراتكم بصراحه. الحاج فاروق شوكير ربنا يديه الصحه والعمر يا رب، قال كلمتين يعني يكيفوا اللي بيحب الحمام اول، واللي يعني الحمام بيمثل له حاجه كبيره في حياته. بجد يا جماعه يعني الواحد زعلان على غيط الحمام، مش بيقول كده يعني شو او مجرد فيديو بيتعمل وخلاص، لا الغيه بقت ماشيه في مرحله وحشه، بقت ماشيه في حته وحشه، والناس فعلا زي ما قال الحاج فاروق شوكير الغويل بقت يعني في يعني عداوه وفي كره، ما بقاش في حب زي الاول، يعني روح التعاون دي ما بقتش موجوده. وبالتالي احنا لحد الوقت الحالي احنا مش عارفين نوصف الحمام المزار بتاعنا بسبب الجزئيه الكراهيه دي او المشاكل اللي حاصله في غيط الحمام. مش ده موضوعنا، عايزين نرجع لموضوع تعجين الحمام. رساله بس مني انا يعني حاجه بسيطه كده هقولها في كلمتين. عمرك ما هتعرف تعمل زي ما الغوايه القديمه عملت في لقوها للحمام. الغوايه القديمه كان عندها علم الجينات والوراثه ده بالفطره، كان عندها كده ربنا خلقهم من فوق من الملكه دي بالفطره، عرفوا يركبوا، عرفوا يشتغلوا، عرفوا يعملوا حمام. اللي اتنقل لك دلوقتي الحمام ده، بس انت للاسف ما عرفتش تحافظ على الحمام ده، انت بوظته بطريقه لقوك الخطا وبدخول حمام تاني ملوش علاقه بالنوع اللي انت بتربيه. عايز تربي اي نوع انت بتحبه، دي رسالتي ليك، اي نوع انت بتحبه عايز يبقى عندك منه مستوى انت راضي عنه، واي هو شوفه عندك يتبسط، طور الحمام من نفس الباب بتاعه. يعني لو بتربي ريحاني اشتغل على الريحاني، انتخب الحمام الكويس، الحمام الكويس والحمام القليل استبعده وما تنتخبوش وطلعه من الفرخ بيعه، وانتخب الحمام الكويس لبعضه. الكلام ده طبقه على كل انواع الحمام. لو بتربي كشك، لو بتربي اي نوع، انتخب الحمام الكويس والمواصفات اللي انت شايفها بعينك وفهمك في الحمام ينفع تتحط على بعض واشتغل. مش لازم عشان تحسن وتعمل شكل شاذ خارج عن المألوف تدخل فرد حمام من فصيل تاني. طب لو انت عايز تدخل نوع من فصيل تاني على نوع تاني، ده لازم تكون انت بتفهم في علم الجينات والوراثه. انا ما بقولكش ان في ناس ما دخلتش انواع على انواع تانية من الناس القديمه او الناس الموجوده. الناس القديمه جت معاهم كده بالفعله وبالفطره وعرفوا بالتجارب وبالممارسه، عرفوا ان اللي بيعملوه ده بيشغلين ازاي. انما دلوقتي معظم اللي بيشتغلوا بيخشوا في الحاجه ومش عارفين يخرجوا منها فبيخربوها. طب الحل ايه؟ الحل عشان انت
عايز تعمل شكل مميز ويشوف الحمام ده يقول ده حمامك، طور الحمام من نفس النوع. الا واذا لو انت شخص بتفهم في العلم كويس وعندك يعني عندك استيعاب انك تقدر تفهم علم الجينات والوراثه. وعلى فكره هو مش صعب، انا مش بصعب الامور، هو علم الجينات والوراثه ده سهل جدا. انا كنت بتكلم مع صديقي الاستاذ كرم فريد، طبعا غني عن التعريف، وسالته في شويه حاجات على علم الجينات والوراثه، لقيتها حاجات يعني سهله تتفهم، وكل اللي بيتفرجوا دلوقتي عليا لو سمعوها هيفهموها. ممكن في الاول تبقى الحاجات صعبه شويه على ودنك، بس بعد كده تلاقي الامور سهله. لو واحد فهم علم الجينات والوراثه في الجيل اللي احنا فيه دلوقتي وطبقه وساعده في ان هو يشتغل مع حمامه، هيقدر يعمل اللي هو عايزه في الحمام، ويقدر ان هو يطلع العيوب في الحمام. عايز يثبت صفه في الحمام يثبتها، عايز اي نمره وقع عنده في الحمام عايز يشتغل فيها عن طريق العلم هيعرف. احنا ما بنقولش ان العلم لو دخل هتهجم بقى ودخل، لا، العلم مساعد للغيه. في برضك كلام مزجني قوي عجبني قوي من استاذنا الغالي ربنا يديله العمر والصحه، الغاوي الكبير الاستاذ عادل طلبه، غاوي من اعمده الغيه في منطقه الجيزه. يلا بينا نروح نسمع منه الكلمتين دول عن رايه عن غيه الحمام. يلا بينا. في ناس بتجادل وخلاص، تكلمه تقول له شمال يقول لك لا يمين، لا شمال، ما ينفعش. احنا استفدنا من الناس القدام، هم دول اللي علمونا اصول الغيه، اصول الهوايه، وكانت الهوايه زمان محببه. النهارده اقول لك عايز وش بندق وشه في ابيض، مين قال هذا الكلام؟ شبولدو عظمه تلتين كده، واخد بالك انت، وماشي مع سيمتريه العظم والخدين طول العظم الجسماني بتاعه. ما جابش واحد لا مؤاخذه واحد قول طوله 2 متر وبعدين لا مؤاخذه كان في ايده قد كده، ازاي؟ هتيجي هذا المنطق ازاي؟ فكل واحد بيتكلم على هواه. النهارده تيجي تقول له الشبوندو ده ايه؟ وهو الشبوندو، لكن مش عارف ايه الطوب وايه؟ ايه الطوب؟ ايه مواصفاته؟ ودي يعني مستقبلا هتبقى دي من ضمن انهيار الهوايه. ومع احترام لكل الناس وارائهم، النهارده ما اصبحتش هوايه، اصبحت تجاره صرف بحته. بعد ما سمعنا الكلمتين الجمال جدا من استاذنا الغالي الحاج عادل طوب ربنا يديه الصحه، اتمنى ما يكونش حد زعل من كلامي، ما حدش يكون فاهم كلامي غلط. انا المفروض ان انا اقول الكلام ده لان انا راجل منشئ محتوى تعليمي وبحاول ان انا اوجه الناس للصح، فما ينفعش اشوف الغلط واعوم على عومه، لا، انا اشوف الغلط اقول ان ده غلط واشوف الصح اقول ان ده صح. بلاش الناس تهجن الحمام وهي ما عندهاش خلفيه عن تهجين الحمام او ركوب انواع على انواع اخرى. يا ريت الناس تفهم النقطه دي، طالما مش عارف ما تجربش عشان ما تبوظش الخامات الموجوده اللي باقيه من الحمام القديم. انت كده بتبوظها وبتخربها. مش عايزين نفضل نعيد ونزيد في الكلام، بس احنا بنوجه رساله، ودي لازم امانه تكون عند كل الغواه. واللي عنده معلومه يفيد التاني بيها، ما يبخلش. واتمنى غيره الحمام تبقى في منطقه احسن من اللي هي فيها دي، وان شاء الله بامر الله انتظروا، واوعدكم بامر انتظروا فيديوهات عن علم الجينات والوراثه عشان ناس كتير طلبتها مني. وطبعا دي هتبقى مع الاستاذ الكبير استاذ كرم فريد. انا قلت لكم انا مش هينفع اتكلم انا عن علم الجينات والوراثه، انا يا دوبك لسه بتعلم الموضوع ده من استاذي استاذ كرم، انا بتعلم منه الموضوع ده وبحاول ان انا استوعبه وافهمه، لان هو انا شايف ان هو علم مفيد للغايه جدا. وبحاول ان انا ارجع الوان اندثرت من الحمام، منها الابيض الاحمر انا شغال عليه، وبحاول ان انا اوجد اللون ده بمساعده العلم وبمساعده استاذ كرم فريد، لان هو طبعا مطلع عن العلم. انا مش بمجد في الراجل او ان انا طالع اتكلم عشان هو صاحبي واخويا، لا، الراجل ده فعلا عنده المساحه ان هو يقول لك كلام صعب جدا في علم الجينات ويساعدك جدا في الغيه، ده كلام حقيقي. واللي قعد مع استاذ كرم وسمع منه الموضوع ده فيس تو فيس هيفهم كلامي. وان شاء الله بامر الله نقدر نسلط الضوء على الوان كتيره اندثرت من الغيه. وان شاء الله بامر الفتره اللي جايه احاول ان انا اعمل لقاءات مع غواي كتيره هتتكلم عن الوان محدش بيتكلم عنها،
ومحدش اتكلم عنها. ان شاء الله بامر الله نحاول نعمل انتعاش كده في الغيه، ونحاول نخلي الحمام كله يبقى متواجد، مش لون او لونين بس في الغيه، لا الحمام كله بامر الله نحاول ان هو نخليه يكون موجود. وده طبعا بمساعدتكم ودعمكم ليا، ويا رب اللي يكون اتفرج على الفيديو بقى يعمل لنا لايك وكومنت واشترك في القناه لو مش مشترك، ويدعمنا كده ويفضل معانا علشان نفضل مكملين معاكم. كان معاكم اخوكم عمر اشرف من قناتكم على اليوتيوب لوفت عمر اشرف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.